ارتقاء بمستوى الأداء والجودة لمنطقة مكة المكرمة، كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة. في عامها العاشر كلمتي لجائزة التميز الشكر للعاملين والتهنئة للفائزين، وكل عام وأنتم فائزون، والسلام عليكم. المشاركون هم من أبناء المنطقة في مختلف التخصصات، سواء كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات، وتم تقييمها عن طريق إمارة المنطقة. الجائزة هي تكريم للهيئة العامة للغذاء والدواء، سواء كانت في فرع مكة أو على مستوى المملكة العربية السعودية. الحقيقة كان عدد كبير من المرشحين للجائزة، والزملاء عدوا البيانات والمعلومات المطلوبة، وكذلك أيضا كان هناك عمل على أرض الواقع، ولله الحمد سهل الله وتحققت هذه الجائزة الكريمة. في الحقيقة هذا شرف كبير جدا لشركة جبل عمر حصولها على هذه الجائزة، وأسبابها كانت بالعمل بكل جد وإخلاص إلى تقديم نموذج معماري يخدم الحجاج والمعتمرين ويضيف قيمة جمالية وحضارية لمدينة مكة المكرمة، مع مراعاة الثوابت المعمارية الإسلامية السعودية الأصيلة. ما توفره المملكة من خدمات لضيوف الرحمن يأتي تجسيدا للرسالة الإسلامية العظيمة والدور الرائد الذي تنتهجه المملكة في خدمة ضيوف الرحمن. لقناة الإخبارية عبد الله تيمور، جدة.